أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. حضرة أستاذ، أحد الزملاء يريد أن يعرف ما المسلسلات الدرامية التي يمكنه أن يتابعها. حسنا الإخوة الزملاء، نحن كتبنا هذه المسلسلات. بالنسبة للأطفال، هناك مسلسل البخاري وهذا هو الإسلام وقصة موسى عليه السلام. بالنسبة للكبار، هناك القضاء في الإسلام، مسلسل عمر بن الخطاب، مسلسل عمر بن عبد العزيز، مسلسل لا إله إلا الله. هذه بعض المسلسلات التي نستطيع أن نتابعها إن شاء الله. من كان عنده زيادة فليستطيع أن يمدنا بها إن شاء الله. أستاذ شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي دكتور محمد وأخي دكتور أحمد، وتقبل حياكم الله منكم وكتب الله أجرنا وأجركم. اللهم آمين. إضافة يعني سريعة، يعني ولي الشرف أن أشارك مع قامات علمية ولغوية مثل حضراتكم. جزاكم الله. الإعلام يؤثر تأثيرا كبيرا بلا شك، حتى على الباحثين وعلى الدارسين. الباحث الذي كان يعني يدور هنا وهناك حول كتاب، يبحث عن كتاب في المكتبات في الجامعة أو في الكلية، الآن يعني بضغطة واحدة فقط على محرك البحث يصبح كل الكتب أمامه بكل سهولة جدا، في أي صحيح. قضية لغوية أو حديثية أو تخريج أحاديث أو في كل المسائل. يعني هذا تأثير كبير جدا في الحقيقة. يعني كما تفضل الأخوة، المسلسلات والأفلام يعني ربما مسلسل واحد يشاهده الإنسان يؤثر في حياته كلها، في الحقيقة كلها، بعبارة أو بحدث أو بتاريخ. يعني مثلا أنا أتذكر في أول حياتي كمعلم للعربية للناطقين بغيرها، كنت أطلب من طلابي مشاهدة مسلسل الحجاج الثقفي مثلا. كان هذا المسلسل قوي جدا لغويا وتاريخيا في الحقيقة يعني، وكنت أطلب منهم دائما أن يشاهدوا مثلا قناة الجزيرة بالأخبار بالفصحى، ويلخصون بعض الأخبار وبعض الأحداث يعني لي، ويسردونها لي سردا، يتأثرون لغويا وسلوكيا وكل شيء. أيضا مسلسل عنتر بن شداد، هذا المسلسل يعني مسلسل خطير جدا في التاريخ وفي الأدب، ويجمع الشعراء الصعاليق وغيرها، يجعل الإنسان يعني يتبحر في التاريخ الجاهلي وفي العصر الجاهلي. كذلك مسلسل مثلا أبو الطيب المتنبي، يعني جمع مجموعة من الشعراء الكبار في العصر العباسي في هذا المسلسل، أبو نواس وغيره من الشعراء يعني في المبارزات الشعرية والأدبية، مؤثر جدا. وأنا شخصيا تأثرت كثيرا بمسلسل ملوك الطوائف، أيضا هذه كان يعني يحكي تاريخ الأندلس بلغة فصيحة ولغة رائعة وأحداث يعني سليمة وصحيحة جدا. كذلك مثلا يعني مسلسل الأيام، ربما بعض الأخوة لم يسمع عن هذه المسلسلات، لكنها بالفصحى ودرامية قوية جدا وأحداث يعني صحيحة جدا، ومسلسل الملك الثائر يعني، ومثلها كثير من المسلسلات في الحقيقة تؤثر في اللغة وفي الثقافة وفي الوعي عند الكبار قبل الصغار. فطبعا هذا الموضوع يا دكتور محمد من الموضوعات الرائعة جدا التي يعني أحييك عليها، وأحيي هذه المبادرة وكل من قام عليها وشارك فيها، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وجزيتم على تلك المشاركة المثمرة، جزاكم الله خير أستاذنا الفاضل. كما قال زميلنا العزيز، مسلسل الحجاج بن يوسف الثقفي، السجالات اللغوية فيه غاية في الروعة. عنتر بن شداد، مجمل الشعراء في العصر الجاهلي والحوارات والأشعار، أبو الطيب المتنبي ومن منا لم يقرأ له، ملوك الطوائف في الأندلس، تلك أزهى العصور،
والتي كانت شعراء فيها والشعر فيها غاية في الروعة والجمال، مسلسل الأيام يستطيع أن نستفيد منها جميعا شخصيا ولطلابنا نستطيع أن نمدهم بذلك. بما أننا لا مفر أمام الإعلام، وبما أننا لا مفر نتابع كل يوم سواء تويتر أو فيسبوك أو غيرها، فلنجعل تلك المتابعة متابعة ممتعة. فقد قررت أن أرشح لكم بعض النماذج التي تستحق المتابعة. ما دمنا ولا شك سنتابع، فليكن على جوالاتنا من يستحق المتابعة. سأعرض لكم صورة الآن، نستطيع أن نبحث هل نعرف هذه الشخصية، هل نعرف شيئا عنها أم ماذا، ونجمع هذه الشخصية. من يستطيع أن يتعرف على هذه الشخصية أو عنده علم بهذا الشخص؟ من عنده علم أو معرفة بهذا الشخص؟ إنه أكبر مؤثر تقني تم اختياره من جوجل من الخبراء، هو أكبر مؤثر تقني في العالم، ليس في منطقتنا العربية وليس في الشرق الأوسط، ولكن هو أكبر مؤثر تقني في العالم. شخصية تستحق المتابعة حقيقة، من يبحث عن المعرفة الحقيقية عبد التقنية الحماد. بالفعل هو عبد العزيز الحماد. المهندس عبد العزيز الحماد هو شخصية سعودية تستحق بكل شكر المتابعة. هو شخصية عظيمة وجليلة، شخصية له حساب فقط على تويتر، تستطيع أن نبحث عنها. ذهبت إلى الملف الشخصي له، عبد العزيز الحماد هو مهتم بنشر المعرفة الرقمية، مشرف في المطورين، تم اختياره من قبل جوجل لأسم كأنه أكبر مؤثر تقني في العالم الرقمي عالميا ضمن برنامج خبراء جوجل، ليس المتابعين فقط، لكن هو في فئة الخبراء هو أكبر مؤثر تقني. كان ضمن القمة التي استضافتها وادي السيليكون في أمريكا مؤخرا في شهر في 26 أكتوبر 2019، تم اختيار عبد العزيز الحماد. عبد العزيز الحماد إذا تصفحنا صفحته كما نشاهد، فإننا سنرى كل المراجعات التقنية، خبايا استخدام الوورد والباوربوينت وغيرها من البرامج، خبايا استخدامات اللابتوب وغيرها، الأشياء التي تحفظ لك، الأشياء التي تمدك بالمعلومات والمعرفة، تستطيع أن تجد كل ذلك على صفحة عبد العزيز الحمادي. نستطيع أن آخر شيء من اليوم متابعة البريد الإلكتروني الخاص الرسائل، تصنيف الرسائل التي تأتينا على الجيميل كثيرة، الحجوزات والمشتريات وغيرها من الأشياء التي نستطيع أن نتابعها. صفحة تستحق المتابعة، وشخص عربي يصل إلى أسمى المنازل. نستطيع أن نتابع الأستاذ عبد البشمهندس عبد العزيز الحمادي، شخصية لم يتجاوز 30 من عمره، وهو في مصاف الناس في مختلف الأماكن في دول العالم. نستطيع جميعا أن يكون لنا تلك المشاركة مع هذا الشخص، فإننا سوف نحث على النماذج الإيجابية. اخترنا لكم شخصية من على تويتر، بقيت لدينا شخصية أخرى برنامج، تابعونا لتعرفوا شخصيات تستحق المتابعة. هذه الشخصية شخصية كبيرة، أنا استفدت منها شخصيا عندما دلني عليها الدكتور عادل منير أبو الروس في إحدى المنشورات الخاصة به. ذهبت هناك، ما تبحث عنه تقنيا سوف تجدها هناك إن شاء الله رب العالمين، تستطيع الاستفادة من ذلك. الاسم عبد العزيز الحمادي، سعودي، نستطيع أن نتابعه، شخصية تستحق أن نفخر بها جميعا إن شاء الله رب العالمين. ننتقل الآن إلى السؤال التالي، وهو سؤال من أهم الأسئلة: من يتحكم بالآخر اليوم؟ هل الإنسان هو الذي يتحكم في وسائل الإعلام، أم وسائل الإعلام هي التي تتحكم في الإنسان؟ قال بعض العلماء إن من امتلك وسائل الإعلام امتلك وعي الشعوب، فهل هذه المقولة صحيحة أم أن الإنسان هو الذي يتحكم بها ويوجهها؟ من سيشارك معنا؟ من يستطيع أن يضيف في هذه النقطة؟ وسائل الإعلام اليوم لها دور كبير وأثر كبير في التأثير في وعي الشعوب وثقافاتهم وما يفعلون وما يؤدون. هذه الوسائل يحركها بشر، لكن هؤلاء البشر لابد أن تكون لهم أهداف. فكما قلنا وأشرنا إن هناك موضوع مهم في الرسائل التي تقدم في الإعلام. هناك مجموعة من الرسائل تخاطب الوعي المباشر، وهناك مجموعة من الرسائل التي تخاطب اللاوعي كتأثير
بعض الشخصيات أو رسم صورة عن أمريكا لأنها دولة، أقوى دولة في العالم وأقوى جيش ودائما تمتلك القوة وتستطيع الانتصار. هناك بعض الأشياء التي لا بد أن ننوه إليها أيضا، وهي أن تصوير دائما أن الطبقات الفقيرة لا تكون إلا مجرمين أو غير ذلك، وأن البطل يأتي إلى هنا لكي يحقق الانتصار ويقضي على هؤلاء الفقراء الأوباش أو غير ذلك. هذه تسمى رسائل تخاطب اللاوعي. من ضمن هذه الرسائل أيضا إظهار الصورة البراقة التي نتابعها في كل الأماكن، إظهار اليابان كأنها كوكب اليابان. هل اليابان ليست عندها مشاكل؟ بالتأكيد اليابان عندها مشاكل. هل اليابان دولة عظيمة؟ نعم اليابان دولة عظيمة، ولكننا نبالغ في بعض الأحيان. كل دول العالم فيها ولها ما لها وعليها ما عليها. من يتحكم بالآخر اليوم؟ الإنسان أم وسائل الإعلام؟ نستطيع أن نستمع لمشاركاتكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ عصام، كيف الحال؟ كيف حالك أستاذنا؟ تحياتي للمشاركين والأساتذة الكرام. تحياتنا لك، شرفنا بك. أعتقد أن وسائل الإعلام حاليا انضمت إلى ترسانة الجيوش، فبكلمة واحدة قد يكون التأثير أكبر من 1000 رصاصة. لذلك الحرب في هذا الوقت أصبحت حربا إعلامية، وهي حرب لا تحتاج إلى الكثير من الأموال والكثير من يعني فقط بكلمة واحدة أو بإعلام يكون موجه قد يكون التأثير عظيما، وقد تخرب شعوبا وقد ترفعها. بالنسبة للإعلام، أعتقد أن الإعلام بصفة عامة قد يكون هادفا أو قد يكون هداما، بغض النظر عن وسيلة التلقي سواء كانت كتابا أو جهاز حاسوب. لا بد أن تشكك في كل معلومة وتتحرى المصدر. الإعلام الحديث معروف أنه يتميز بوفرة المعلومة وكثرة الخطابات التي قد تمرر الحقائق التي يريد أن يرسخها في المتلقي. والخطر الأكبر أن يكون المتلقي طفلا. مؤخرا شاهدت فيديو في الإنترنت لأبوين أجنبيين اكتشف أن هاتفهما يستطيع أن يميز الشخص الذي يستعمله، والكارثة كانت أنه في كل مرة كانت ابنتهما الصغيرة تستعمل الهاتف تنبثق لها إعلانات لا أخلاقية. لذلك فالجيل الناشئ مستهدف من طرف جهات هدفها التدمير وبرمجة عقول الأطفال. لذلك يكون الحل أعتقد أن هو الإشراف والمراقبة واختيار المعلومة للطفل، لأنه لا يستطيع أن يميز. وشكرا جزيلا لكم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل. بالفعل إن الإعلام له دور كبير، ومتابعة الأسرة لها الدور الأكبر. يبقى السؤال الآن، من يتحكم في من؟ من يتحكم في من ليستطيع الوصول إلى أمر يريده؟ مشاركة أخرى معنا؟ نعم أستاذي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم سهير بخنجي. برأيي أن الإعلام يتحكم بوعي الإنسان قبل تكون الوعي، يعني كما أضاف الأساتذة قبل قليل هو خطير على شخصية الأطفال، ولكن عندما يبدأ تكون الوعي يكون الإنسان حذراً من وسائل الإعلام ويلاحظ الرسائل الخفية التي يحاول أن يمررها، وبالتالي يعمل على الانتقائية. وكلنا نعرف أن وسائل الإعلام فيها الغث والسمين، ونحن ننتقي ما يضيف لشخصيتنا، ما يسقل لغتنا، ما يضيف لنا ثقافة بعلم آخر. فالموضوع نعم وسائل الإعلام تتحكم بالإنسان ما قبل تكون وعيه، ولكن عندما يتكون وعيه هو يكون قادراً على الانتقائية برأيي. شكراً لكم. جزاكم الله خيراً. ابقي معنا دقيقة أستاذتنا الفاضلة، أنت أثرت نقطة جميلة جداً، ألا وهي أن الإعلام يستطيع أن يتحكم في الإنسان في مرحلة ما قبل تكوين الوعي.
نحن الآن نريد أن نسأل سؤال: تشكيل الوعي، كيف يمكننا أن نشكل وعي أبنائنا بعيداً عن الإعلام؟ تستطيعين أن تضيفي لنا نقطة هنا إن شاء الله؟ والله الأمر جداً خطير أستاذي، كما أضاف أستاذي أحمد حسن قبل قليل، أنا أجلس مع أولادي وأنتقي لهم ما يشاهدون، وهنا هو يساعد على تكون هذا الوعي. ففي البداية نعم، الموضوع تماماً كمن يمشي في الظلام، إلا إذا كان هناك توجيه من الوالدين، مراقبة، اختيار انتقائية لأولادهم، هنا يتكون الوعي. ويعني رحمة الله في النهاية، يعني نحن نبذل جهدنا وفي النهاية نحن نسلمهم إلى الله حتى يكملوا هذا الطريق، لأن للأسف أولادنا في هذا الزمان لسنا نحن فقط من نربيهم، الإعلام يربيهم، أصدقاؤهم، المحيط، ولكن نبذل جهدنا لتكون الوعي الذي نريده عندهم، نغرس فيهم البذور التي نريدها إن شاء الله، فيتكون هذا الوعي الذي يمنع وسائل الإعلام من السيطرة عليه. صحيح صحيح صحيح، جزاك الله خيرا أستاذتنا الفاضلة، بارك الله فيك. الإعلام يتحكم بشكل كبير في وعي الإنسان، لكن الإعلام له مسير، له مسير. أولئك الذين يدفعون المليارات في إطلاق الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية أكيد لهم غاية، فالإنسان يستخدم وسيلة الإعلام كغاية للسيطرة على الشعوب، كوسيلة مهمة لبث الأفكار، وسيلة مهمة لبث الأيديولوجيات الفكرية التي يريدها أن تنتشر في منطقة إلى منطقة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مواجهة يعني هناك عبارة يعني أود أن أضيفها. تفضل يا أستاذ شيماء. حضرتك هو يعني كما قال الأستاذ في هناك أحد المحدثين، يعني قال نحن في حرب باردة، هذا نوع من الاستعمار. يعني عندما يعني حدث الدمار الشامل بعد عدة حروب، فأدرك المستعمر أن الحروب تثير الحمية لدى الشعوب وتنتفض لنيل الاستقلال، فاتجهت اتجاه آخر إلى أننا سوف نستعمر دون قتال، وكان فعلا الاستعمار الفكري، استعمار الإعلام، استعمار للتعليم، فأصبحت هذه الشعوب موجهة إلى ما يريده هو كما أراد دون حرب دون قتال، لأنه استطاع من خلال هذه يعني هذه المقومات أو هذه ماذا أقول يعني الأفكار التي من خلال الإعلام، يعني الإعلام والتعليم. صحيح. والإعلام بكل صوره، والإعلام بكل صوره، مقروء، مسموع، تواصل اجتماعي، كل شيء، كل صوره، والتعليم. صحيح. وأخطر أخطر أخطر يعني كان كأخطر استعمار كان استعمار التعليم والكتب. صحيح. والمناهج، كل هذا حول الفكر واستعمر الفكر، فأصبحت الشعوب نفسها مستعمرة بأفكار يريدها العدو. أنا الآن فكري يعني أنا مقتنع بما هو علمني وبما هو بسه إلي في الإعلام وبما أنا تعلمته من الكتب والمناهج التي هو أرادها، تمام؟ صحيح. لو نظرنا لحال المناهج نجد أنها تتجه اتجاهها، وأين كانت وأين ذهبت وكيف كانت فيما قبل، وأين المبادئ وأين القيم وأين الأخلاقيات وأين الحمية وأين 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 وأين، كل هذا بدأ يعني ينسحب، أو يعني يعني حتى تغيب هذه الأجيال القادمة. الأجيال هناك عندما تقف مع بعض الشباب أو بعض الأطفال وتسألهم عن قضايا خطيرة في الأمة أو قضايا هامة لا يعلم عنها شيئا ولا يعلم أين هي على الخريطة أصلا. صحيح. فيعني هو الإعلام استعمار، يعني ما نحن فيه هو استعمار فكري، استعمار تعليم، استعمار إعلام، يعني له خطورة كبيرة يعني فوق ما نتصور، وهو يوجه الشعوب حيث يريد، يعني إعلام حيث يريد اتجاها يوجه، ويستطيع أن يركز على فكرة واحدة بكل برامجه حتى يقنع جميع المشاهدين أو جميع أو كل من يريد أن يقنعهم بهذه الفكرة. يعني هو كما حضرتك تقول هو في توجه، ومن يسيطون أو من يستخدمون هذا الإعلام
لخدمه اشياء او افكار او توجهات ايديولوجيه كما يعني كما ذكرت حضرتك. جزاك الله خير استاذه شيماء. تعليق تعقيبا على تلك النقطه، من سيتحدث؟ ساعقب على الاستاذه شيماء عندما قالت ان بالفعل ان لم تعد الحروب او عند تهيئه الامه او شعب الى حرب ما الان، فانه لا بد من اظهار العدو كانه شيطان او غيره في الاعلام ويبدا التركيز على ذلك. لكن من الطرائف ان الاعلام الخادع في حرب العراق وامريكا، عندما اجري استفتاء بعد انتهاء الحرب التي تكلفت مليارات المليارات من الدولارات وغيرها، كان السؤال على الشعب الامريكي اين تقع العراق، في اي قاره تقع العراق. كانت معظم الاجابات او اكثر من 60% من الاجابات قالت ان العراق دوله تقع في قاره افريقيا. تلك الحرب التي قامت، تلك المليارات التي صرفت من جيوب الشعب الامريكي وغيره وغيرها من الامور، وجيش الاعلام على انها دوله ترعى الارهاب ودوله خطر على العالم، لا يعرفون بالاساس اين هي. فانك توجه الناس الى شيء معين وتخفي عنهم العديد من الحقائق. فالسيطره الاعلاميه امر خطير، لا بد ان يتشكل وعينا نحن اولا ككبار، فهناك بعض الامور التي تخدعنا، لا تصدق كل ما يقال لك في الاعلام، ولكن حاول ان تبحث جيدا حتى تصل الى المعرفه بنفسك. ابحث عن الحقيقة، ليس كل ما يقال في الإعلام حقيقي، نستطيع أن نصل إلى الحقيقة بالبحث والمعرفة وسؤال أهل الرأي والخبرة والمعرفة. ما رأيكم في هذه الصورة؟ هذه الصورة ماذا تمثل؟ هذه الصورة التي نراها أمامنا الآن، رجل يجلس أمام التلفاز ويسقى سقيا في فمه ويطعم في فمه. أعتقد أنها تعبر أننا سنعطيك ما نريد إياه. سنعطيك ما تريد. ما نريد خيرا. ما نريد نحن إياه. سنعطيك ما نريد إياه. فقط أن تستقبل وتتلقى فقط. صحيح، أن تستقبل وتتلقى فقط، وتأخذ ما نقول على أنه هو الأساس. هل شاهدت شيئا؟ تفضل. لديك ترسيخ ثقافة المستهلك في المشاهد أو المتلقي. مرحبا بك أستاذنا من الجزائر أم من المغرب؟ من المغرب. من المغرب، وجزيت بارك الله فيك، مرحبا بك. تأسيس ثقافة الاستهلاك، هنا الاستهلاك، ما نوع الاستهلاك الذي نود أن نشير إليه هنا؟ هذا الاستهلاك الشره، أي معلومة أو أي شيء قدمه لك يجب أن تأخذه ولا تناقشه ولا تكون مقتنعا به، هذا النوع من الاستهلاك. استهلاك هنا استهلاك فكري معنوي. أو كيف ما كان نوع الاستهلاك، لأن الإعلام يقدم حقائق كما يرى هو، فكرية أو عادات يمكن أن يرسخها في المتلقي يعني، ولكن الأخطر هو الجانب الفكري. صحيح، بالفعل هذا يرسخ لما ثقافة الاستهلاك الفكري أو الاستهلاك المعنوي. أنت تجلس هنا لا تصدق إلا ما نقول، أنت ما نقدمه لك هو الحقيقة، لا تبحث عن شيء آخر، لا تذهب بعيدا عنه. كيف يمكن، السؤال الآن الذي ينبغي أن ننتبه إليه، كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تغير من طرائق التفكير وجهات النظر في مجتمعنا، مجتمعاتنا، كيف نستطيع أن نؤثر عليها فكريا ونغير قناعات مجتمع ما تجاه شيء كان غير مرغوب وغير محبوب في هذه الدولة، أو يمثل شيئا يخالف القيم والمبادئ لهذه الدولة، كيف نستطيع أن نغير تلك طريقة التفكير باستخدام الإعلام؟ لدي مثال أريد أن أشاركه. جميعنا نعلم أن ديننا يسمح، أن ديننا يسمح بتعدد الزوجات، وكان قبلا أن الدين الإسلامي يسمح بتعدد الزوجات، يمكنك أن تتزوج أكثر من زوجة، وقديما كان أعتقد بنسبة كبيرة من الرجال يفعلون ذلك ولا يخشون ذلك، ولكن أعتقد أن وسائل الإعلام لها دور أساسي في جعل المرأة تنفر من ذلك الأمر، وأنه لا يمكنه أن يعدد أو يتزوج علي أو ما شابه. ولكن في اعتقادي الشخصي أن الأمر قديما كان متاحا للجميع ولا مشكلة فيه،
ما المشكلة بأن زوجي يتزوج زوجة أخرى، ولكن أعتقد أن الإعلام له سبب رئيسي فيما يبثه من مسلسلات وأفلام بشأن أن ذلك الأمر ليس صحيحا أو أنه ينتقص من قدر المرأة. فأصبحت ثقافة المجتمع الآن أن كثيرا من النساء لا يرحبون بزوجة أخرى. هذه نقطة مهمة جدا التي أشرت إليها، وهي التأثير إظهار الصورة في الإعلام على أنها صورة مستقبحة أو صورة غير مرغوب فيها أو صورة معظم النساء لا ترغب فيها أو لا تقبلها، مرة بعد أخرى مرة بعد مرة ستصير صورة ثابتة في المجتمع، كأنه يقدم لنا هذا هو المجتمع الذي نريده. هل هناك أشياء أخرى استطاع الإعلام في الآونة الأخيرة أن يغير طريقة تفكيرنا فيها؟ مثلا كثيرا ما شاهدت ان رايا وسكينه يقتلون النساء لكي يحصلوا على ما معهم من ذهب وما شابه، ولكن عندما كبرت قرات مقالات في ان رايا وسكينه كانوا يحاربون الاستعمار ويقبضون على الجنود ويقتلونهم، وها انا الان محتاره اي الرايين صواب، ولا استطيع ان اعلم اين الاجابه. وكل ذلك ايضا أنا سأقول لك الإجابة، لأن هذا الموضوع شغلني أيضا وبحثت عنه وقرأت. هذا الموضوع الخاص بريا وسكينة هو موضوع خطير بالفعل. هذا الموضوع هو يمثل هدم القدوة أو هدم الشخصية التي قد يتخذها الناس قدوة ويمثلون ويتبعونها ويفعلون مثلها. هذا الموضوع بالفعل كما شاهدنا في المسلسلات والأفلام منذ القدم، أن ريا وسكينة شخصيتان من لا يعرفهم من الإخوة الزملاء الذين يتابعوننا من خارج البلاد، هاتان كانت سيدتين من مصر، كان صورهما الإعلام بأنهما يقومان باختطاف النساء وقتلهما من أجل الحصول على الذهب أو المسوغات الذهبية التي يرتدونها. لكن حقيقة الأمر وما أذاعته وسائل الإعلام البريطانية ليست المصرية وليست العربية، هو حقيقة أن ريا وسكينة كانت تقومان باستدراج الجنود البريطانيين في مصر في فترة من الفترات وقتلهم ودفنهم أسفل بيتهم في هذه الفترة. فهذه هي الحقيقة التي بحثت عنها وقرأتها، وأنا شخصيا أستريح لهذا الأمر لأنها كانت بالفعل قصة مثيرة، وهما كانتا شخصيتين وطنيتين يستحقان أن يرفع لهم القبعة ويكرم. من يستطيع أن يشارك بأمثلة أخرى تم تغيير وجهة نظر المجتمع فيها بسبب الإعلام ورؤية الإعلام وتصويره لها؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك، معيار الأخلاق يعني صحيح. هناك بعض التصرفات يعني أو بعض الأخلاقيات التي كانت معروفة وثابتة، مثلا في العلاقات الأسرية أو في علاقات بين المحارم أو بين غير، أصبحت الآن شيئا مباحا ومتاحا ومسموحا به وشيئا عاديا، يعني معيار الأخلاق يختلف، واستطاع الإعلام أن يقنع الأجيال القادمة أو التالية الأجيال يعني بأن هذا عادي وهذا يعني حضرتك يعني صحيح، كانت مثلا المسلسلات القديمة أو غير ذلك المرأة تغطي وجهها ولا تقابل مثلا غريبا في بيتها أو ابن عمها أو من قريب لها، تمام، ولا تستقبل أحدا غريبا دون وجود زوجها أو أهلها، أو يعني أصبحت هذه الأمور لا يعني في الأعمال الحديثة لا أصبحت شيئا عاديا، فأصبح هنا معيار الأخلاق تغير في صحيح، من أخطر الأمور التي تهدد قيم المجتمع فعلا هذه الأمور التي تبرز إلى الساحة على أنها أمر شائع ومنتشر، ولكنها قد لا تكون شائعة، ولكنهم يريدون أن يرسخوا فكرة الشيوع في ذلك الأمر. ومن يرفضها يعتبر متخلفا، يعني يعتبر وليس هذا عرف أو هذا دين، يعني لا ليس في معيار الدين أو معيار العرف، هو معيار الحداثة وتمدن وغير ذلك يعني. تفضل. أعتقد أن من مخاطر الإعلام أنه يقوم بتبريد الأحاسيس نظرا لكثرة عرض الفكرة أو الصورة في عدة أعمال إعلامية أو تلفزيونية، مثلا إلصاق صورة الإرهاب بالإسلام
أيضا قضية الحجاب يقول أنها دليل للتخلف والرجعية، وهذا مع كثرة العرض وكثرة في كل مرة تشاهده في الأعمال، مثلا الأعمال السينمائية التي هي وسيلة جذب خاصة للشباب، فإنك تلاحظ أنهم يقومون بأن هدفه هو تبليد الأحاسيس، والله أعلم. صحيح، تمرير الأحاسيس، ذلك من الرسائل التي يحاول الإعلام أن يمررها، ذلك الذي يخاطب اللاوعي عندنا، غرس القيم والأفكار التي نستطيع أن نثبتها في عقول البشر. في بعض الأحيان تكرار الأمر في أكثر من وسيلة إعلامية، حجب الرأي المخالف وإظهار الرأي المؤيد فقط، ذلك من وسائل الإعلام أيضا أو من الأدوار التي يقوم بها وسائل الإعلام، في أنك تشعر أن الكل يؤيد تلك الفكرة، الكل يؤيد هذا الطرح، فلماذا أنت مخالف لهذا الطرح وماذا تفعل أنت هنا بيننا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سهلا، موضوع بسم الله ما شاء الله مثير وجذاب، جزاكم الله خيرا. وأنا الحمد لله لي دراسة في هذا الموضوع بعنوان صورة المرأة في الإعلام، من باحث في النقد والبلاغة. تشرفنا الله خير. أيمن تفضل. فمن ضمن هذه البرامج برنامج كلام نواعم، وهو برنامج مشهور، وبرنامج الستات ما بتعرفش تكذب، وبرامج كثيرة تدق على هذا يعني على هذا الباب. فهذا البرنامج من البرامج التي تحرص على تشويه صورة الرجل عبر الكثير من الحلقات، فتجد أن المذيعات يتصيدن الأخطاء ويضخمنها لتكون هي الأساس، بل إن إحداهن، ولا أريد أن أذكر أسماء لأن أنا ذكرت في الأسماء طبعا في البحث، لكنها تنفر من فكرة الزواج وتقول أنا لا أريد أن أتزوج في المستقبل لكي لا أحرم أولادي ولكي لا أحرم شخصيتي ولكي إلى آخر. فهذه برامج للأسف شوهت صورة المرأة العربية المسلمة وجعلت المرأة تقتنع بذلك. وأنا أيضا قرأت عن الرحالة وهم يكتبون عن جدة وعن بلادنا العربية منذ مئات السنين، فكان من ضمن ما أثارني وأنا أقرأ يعني مؤخرا أن أحد الرحالة يصف ملابس الرجال وصفا دقيقا، وحينما يأتي ليصف ملابس النساء لا يتجاوز وصفه 3 أسطر، ويقول أنا لا أستطيع أن أصف لكم إلا الزي الخارجي، فأنا لم أرى المرأة إلا خلفه. ويقول أحدهم أنا سكنت فيه برغم أن فيه أسر إلا أنني لم أرى إحداهن قط. هذا يعني كان يقوله بإعجاب، نحن الآن ربما يراه بعض الناس من مظاهر التخلف وهم في الحقيقة المتخلفون. لن أطيل ولا أريد أن أستأثر بالحديث، ولكني أردت أن أشارك وأن يعني أستفيد من حضرتكم وأن أشير إلى أنني استفدت كثيرا من هذا الحوار، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا على تلك المشاركة المثمرة أستاذ أيمن، وبارك الله فيك، تلك النقطة المهمة جدا فعلا، هي المرأة في الإعلام، المرأة في حياة المسلمين، ما الصورة التي يريدون أن تظهر عليها المرأة، وما الصورة التي يريدون أن يخفوها عنا عن حقيقة المرأة وحياتها في هذه البلاد. أنتقل للجزئية التالية، تفضل أمين. تذكرت قصة طريفة لشخص كان يريد أن يبيع ثورا في السوق، أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون هذه القصة. في كل مرة يأتي شخص له ويقول بكم تبيعوني الحمار أعزكم الله، كل الأشخاص كانوا متفقين بينهم، إلى أن اقتنع صاحب الثور أنه يبيع حمارا فباعه بثمن الحمار.
هذا التأثير، التأثير، الكل حولك يرى شيئا وأنت لا تراه، بالتأكيد ستنتقل إلى مكانهم وتعتقد بالفعل أنه هو كما يرونه ليس كما تراه أنت. وصلنا الآن إلى نقطة من أخطر النقاط، وهي كيف يمكن أن تصبح وسائل الإعلام سلاحا في يد عدوك الأيديولوجي. وسائل الإعلام كما قالت وأشارت أخت من الأخوات أو أخ من الإخوة قبل ذلك، أن الحروب قد تغيرت وأن السيطرة على الشعوب قد تغير. نحن لن نسيطر عليكم بقوة السلاح، ولكن سنسيطر عليكم بقوة الإعلام. كيف يمكن أن تصبح تلك الوسائل سلاحاً في يد العدو الأيديولوجي لنا؟ نريد من الجميع المشاركة. وسائل الإعلام تعرض لنا الكثير، بما أنها صارت تستطيع الوصول إلى كل بيت، فإنها تستطيع تمرير الرسالة التي لا يمكن أن تصل بغيرها. وقديماً كان الوصول إلى البيوت وبالتالي الوصول إلى العقول محدوداً، أما الآن فقد صار الأمر منذ الصغر السلاح قد وجه إليه وغرس الأفكار قد وجهت. كيف يمكن أن تصبح تلك الوسائل سلاحاً؟ مشاركات الإخوة الزملاء ننتظرها منكم جميعاً. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة شيماء. نعم، هو يعني أريد أن أسأل سؤالاً. كم نسبة يعني الشباب أو الصغار، يعني الصبية يعني في سن يعني ما قبل الشباب أو الشباب فيما بعد، يعني من يدرك قضية فلسطين ومن يدرك أن اليهود عدو، كم نسبة؟ صحيح، تغير المفاهيم صار أمرا خطيرا، وهذا